ميرسي يا مروان انك انت جيت، انا عارفه انك ما كنتش عايز تيجي. والله العظيم يا عهد انا الشغل على دماغي في المكتب قد كده، بس انا ما اقدرش ازعلك يا حبيبتي. انت بتصدقي الكلام اللي هو بيقوله ده؟ لا، ما انا عارفه ان هو جه عشان خاطرك مش عشان خاطري. طب وانا وانت ايه؟ واحد يا حبيبه قلبي. نفسي بقى احنا نعمل الحكايه ديت على الاقل نتجمع كلنا مره في الشهر ان شاء الله. عايزين نعملها برضو بس نسافر بره، ها؟ عشان برضو عايزين اي ختم كده على الباسبور جنب ختم العمره. هنعمل عمره قريب. اه بس بعد ما نسافر بره. تمام، وانت تنقي المكان اللي انت عايزه في اي حته وفي اي وقت. ربنا يخلينا لبعض يا رب. عايزه اعوضكم عن كل اللي فات. مش عايزاكوا تفتكروا اي حاجه وحشه حصلت. بصراحة عهد أمك كانت صعبة وأنا كنت بخاف منها. يا أخوي أنت كمان لسه فاكر؟ ما تخليش قلبك يسود، أنا مش فاكرة أنا أكلت إيه من شوية. خلاص بقى، اللي فات مات، صفحة جديدة. صفحة جديدة؟ بس بعد ما تسافر أوروبا. لا، قبل ما نسافر وتبقى صفحة جديدة. حبيبتي عهد دي موزة.